يسعد أوقاتكم. يمكن تستغربوا أنه بعد مرور عام تقريباً عم نحكي بنفس الموضوع، الموضوع اللي العالم كله عم يحكي فيه، هو زمن الكورونا، زمن الكوفيد 19 يلي وباء أخذنا بشكل يعني غير الدنيا كلها من حيث لا نعرف. نحن حتى قواعد الإتيكيت اضطرينا أنه نغيرها، نعم غيرناها لنحمي الآخرين، وانتو كمان لازم تعملوا نفس الشيء لتحموا حالكم لتحموا اللي بتحبون. يمكن تكونوا انتو محظوظين انه قاعدين ببلد حكومتكم والناس اللي حواليكم بيهتموا كتير وبيساعدوكم، ويمكن بلشتوا تطلعوا من هالمرض، لكن للأسف ببلدان كثيرة ظروفها بعدها تحت إقفال عام وبعدها عم تضطر انه تصارع هذا المرض. كيف نحن بدنا نتعامل معه؟ منقلكن عاملوا كأنه انت مريض واللي قدامك مريض. هيدا المرض خبيث، سو ما بنعرف اي متى بيجي ومن وين بده يجي. مستكترين انه تحطوا ماسك على وشكن لحتى تطلعوا حتى ما يلقط حدا منكن، اتجال تخلوه معكن رحتوا على محل منكن مأكدين شو لمستوا انه تحطوه. التباعد، ما حدا بحب التباعد وكلنا ما مصدقين انه نرجع نشوف بعضنا، لكن عم نشجع التباعد الجسدي وليس الاجتماعي بالامطار حتى لا سمح الله اذا حدا مريض التاني ما يلقطه. الاجتماعي فينا نتواصل، وما شاء الله صارت الدنيا كلها متقدمة، فينا بأي وسيلة كانت إنه نتواصل مين ما كان يكون بأي مكان كان، لحد ما يجي الوقت نكون كلنا مرتاحين ونطلع من هالوباء الخبيث. نتمنى على الجميع تحموا حالكم تحموا مجتمعكم، والله يحمي الجميع. بفتكر صار لازم نوقف نظريات المؤامرات بعد مرور عام على انتشار الوباء، وبعد بشرنا انه صار في اكثر من نوع للفاكسين. حان الوقت انه كلياتنا ناخده لنحمي نفسنا ونحمي المجتمع. الاتيكيت للتطعيم له اصول كمان، هيدا اصوله انه نحن بدنا ناخد موعد، بدنا نستعلم، بدنا نتأكد إنه نحن لما نروح لهنيك نخبر كل المعلومات الطبية ومنخبي شيء، لأنه لازم بناخده ونحن ما بيسوالنا ما بنقوم لنقول للحكيم هالمعلومة أبداً خطأ، لأنه يمكن يضرنا. نحن لازم نتأكد إنه نخبر كل المعلومات المتعلقة فينا، وحتى إذا عنا سجل طبي ناخده معنا، ونحضر حالنا نفسياً إنه عند تناول الجرعة الأولى بياخد وقت وياخد وقت، سو ما نفقد صبرنا، ما نقلل تهذيب، ما نعيط على العالم إذا هيدا قبلنا ولا لا، نلتزم بالصف وكلنا حد نتناوله، لأنه أكيد إنه هن عاملين لطريقة كتير منظمة. وللناس اللي عم بتفكر مثل ما بنقول دايما بالحياة، عملوا بحث عن أي شيء أنتكم تكون تعملوه. ولما كنا نحكي بالسفر كنا نقول لما تسافروا على بلد استعلموا عنه، استعلموا أي نوع أنتوا حابين تتناولوا وعلى أساسه قرروا. وإن شاء الله يا رب نشوف بكل البلدان تناولوا أخذوا هيدي الفاكسين وحموا حالهم، وإجا وقت أنه كلياتنا صرنا بخير. زمن السوشيال ميديا وبعده وقت الكورونا، وصارت أسرع طريقة لنخبر العالم، مع أنه في أصول أنه لازم نخبرهم عبر التبليغ، خاص إذا كنا عم نتعاطى مع ناس لا سمح الله إذا نحن مصابين بالمرض بطريقة غير، نطلع على السوشيال ميديا نحكي، بنتواصل من غرف النوم، نلبس لبس غير لائق. هيدا الشيء اللي أنتوا بتحبوا تخلوه على السوشيال ميديا بتعرفوا كتير منيح يلي نحن بيكون على المنصات حيبقى لبعدين. والأداب بتقول حتى لو كنا ما عنا مرض بدنا كتير ننتبه عن شو منقول وشو منتواصل وشو منخبر وكيف نتصرف. كل شيء ما منحب إنه يبقى ننتبه ونفكر كتير منيح، وأهم من هي إنه نحن لما نمرض نستفيد من هالوقت نرتاح فيه. مش ضروري إنه أنتوا تشاركونا بتفاصيل مملة صارت الناس مع خبر فيها بعد مرور عام. خدوا وقتكم ارتاحوا وتغذوا منيح وطلعوا خبروا معلومات إذا في أشياء ممكن إنه تفيد الجميع، والله يحميكم ويبعد المرض عن الكل. مين منا ما بحب العزايم؟ مين منا ما بحب يعزم وينعزم؟ لكن الدنيا مش دنيا، الدنيا تغيرت وفي وباء بعد ما راح،
يمكن بلدين أحسن من بلدين، بس مش معناتها إنه إذا كنا بالبلدين اللي بلشت شوي ترتاح إنه تقدر الواحد يستقبل أكثر من 10 أشخاص، إنه نتساهل ونعبد ونسلم ونقعد كتير قراب لبعضنا وناكل بشكل غير آمن. لا يا جماعة الخير، بعدنا لهلأ طالما ما أخذنا إشارة إنه الوباء اختفى نهائيا، وطالما إنه كل الناس بعد عم تعاني من بلد إلى آخر، لازم نضلنا متبعين الإجراءات الوقائية. افترضوا انتوا عازمين عندكم البيت، شو بتعملوا؟ ست البيت مسؤوليتك، مسؤوليتك انه انت تأمني كل الاشياء لتحمي ضيوفك وتحمي حالك وتحمي عائلتك. بتحطي جل، بتحطي اي شيء انت بتحسي لازم نستعمله. يمكن القناع ما عم نحطه لما عم نجتمع، لكن ترتيب سفرتك بيكون في تباعد بين الشخص والشخص. مع الاتيكيت كمان تساهل هالمرة، هالطقوم الحلوة اللي عنا إياها نحن ومنحب نوجيها، وأحلى ما عنا لما يكون عنا عزايم خليها جاي وقتها، وإن شاء الله قريباً منطلع. حتى يأتي هذا الوقت لازم نستعمل أشياء منتساهل هون فيها، كرتون، بلاستيك إلى آخره. في أشكال كتير حلوة، في أشياء كتير مرتبة نستعملها، حتى لا سمح الله حدا كان عنده 1% مجال انه يكون مصاب، او نحن يمكن حتى ما نعدي الاخرين. سو بنخلص بنرميها بشكل راقي للريسايكلينج وبنتخلص منها. طبعا كلنا ما بنحب نتمنى لما تكون العزيمه حلوه، سو بدنا نقول للكل هيدا مش وقت نكون انانيين. اذا لا سمح الله كاننا حاسين بأي عارض، وجع راس، زلعيم، حرارة، أي نوع كان، بدنا نبعد. نعم خليكم بالبيت، أكيد خليكم بالبيت، لأنه لما عم تكونوا بالبيت وتتمنعوا، وهون بدنا نقول للضيف بليز ما تزعل هالمرة، بيقول لك الاتيكيت ما تزعل إذا لاست منت حدا قال لك علي حرارة، لأنه هيك بتكون أنت حميت حالك وحميت الآخرين. الله يحميكم جميعاً.